آمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يكون في آخر الزمان دجالون كذابون يأتونكم من الأحاديث بما لم تسمعوا أنتم ولا آباؤكم، فإياكم وإياهم، لا يضلونكم ولا يفتنونكم. رواه مسلم. وعندما يقال في الحديث في آخر الزمان، فلا يراد به الآخر الأخير قرب الدجال أو قرب نزول عيسى، بل إنما يطلق النبي صلى الله عليه وسلم لفظ الآخر بكل ما جاء بعده من قريب ومن بعيد أيضا. هكذا وردت هذه اللفظة في عدد من الأحاديث، وهنا كذلك، لأن الذين وضعوا الأحاديث كانوا في القرن الأول والثاني، هم الذين وضعوا الأحاديث، والأحاديث هذه الموضوع دفنت في الكتب، وصرح المحدثون الجهابذة المتقنون بأن الأحاديث الفلانية موضوعة، بأن الأحاديث الفلانية متروكة مردودة، بأن الأحاديث الفلانية ضعيفة. وقد اختلفت أقوالهم أيضا في التضعيف والتحسين والتصحيح، فهذه الأقوال المختلفة فيما بينهم والأقوال التي وردت عنهم في جرح الرجال أو تعديل الرجال وقعت فيها الخلافات، فهذا يحتاج إلى ناقد جهبذ دقيق العلم عميقه غواصه، يستطيع أن يستخرج من البحر اللآلئة والدرر، يستطيع أن يستخرج ويستنبط من هذا المجموع الكبير الصحيح المعتمد عليه والذي يتفق عليه العلماء، لأن المختلف فيه ينبغي أن نتركه جانبان، فلا يمكن أن يكون هو عمدة جمع هذه الأمة، إذ أن الأمة اختلفت في كثير من الأشياء، فما اختلفنا فيه يعذر بعضنا بعضا فيه ونجعله في جانب، أما ما اتفقنا عليه فلا بد أن نتمسك به تمسكا قويا جدا، هذا هو المطلوب. فالنبي عليه الصلاة والسلام لم يرد بآخر الزمان، هذا الزمان مثلا أو ما قبله قريبا أو ما بعده، لأنه لم توضع الأحاديث في هذا الزمن ولم توضع قبله بخمسة قرون، وضعت الأحاديث بعد عهد النبي صلى الله عليه وسلم في عهد الصحابة. وقد ورد في صحيح مسلم عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال: كنا إذا سمعنا حديثا أصغينا إليه بآذاننا، فلما ركب الناس الصعبة والذلول تركنا الحديث. يعني كنا نصغي إلى حديث يرويه رجل ثقة صالح، ولكن ثم دخل هنالك أناس مفترون كذابون غير ثقات يأتون بالأحاديث من هنا ومن هنا فلا نسمع لهم. فلما ركب الناس الصعبة والذلول تركنا الحديث، هذا يقوله ابن عباس رضي الله عنهما، ويرويه الإمام مسلم في مقدمة صحيحه. إذن علمنا من ذلك بوضوح أن آخر الزمان لا يراد به في هذا في كثير من الأحاديث الزمان المتأخر جدا، بل الزمان الذي جاء من بعد النبي عليه الصلاة والسلام بدأت فيه هذه الحملات التشكيكية، وبدأت فيه إثارة الشبهات، ولقد كان ذلك من اليهود، وكان ذلك من المجوس، وكانت ردود الفعل في المسلمين الضعفاء المنحرفين، فبدأوا يضعون الأحاديث
وقد تحدث المحدثون وخاصة الذين ألفوا وصنفوا في أصول الحديث أن الذين وضعوا الأحاديث كان منهم من الخارج، كان منهم أناس مفترون كذابون من الشعوب الأخرى، من الشعوب المهزومة، وكان منهم كذلك من وضعوا الأحاديث لقبيلة أو لشخص أو لجهة أو لنسب أو لحاكم أو لكذا أو لتجارة أو لترويج بضاعة، وضعوا الأحاديث في كل ذلك. حتى صرح العلماء بأن الأحاديث الموضوعة جاءت من قبل الصوفية بكثرة، لأنهم لإحسان ظنهم بالناس أخذوا من كل من هب ودب، ظنوه رجلا بريئا فأخذوا الحديث منه، فإذا به حديث موضوع. فقد راجت الموضوعات عن طريق الصوفية والزهاد كثيرا، وهذا ما صرح به علماء الحديث وعلماء الأصول. فإذا معنى ذلك أن هؤلاء الدجاجلة ليسوا هم متأخرين بل كانوا متقدمين. ثم لا شك أن هنالك من الدجاجلة من يتمسكون بالموضوع، من يأخذون بالمتروك، من يريدون الابتعاد عن سنة الرسول صلى الله عليه وسلم بأسلوب من الأساليب وبطريق من الطرق وبأي حيلة من الحيل، لا يريدون أن يتمسكوا بكتاب الله تبارك وتعالى وبسنة الرسول صلى الله عليه وسلم الثابتة القطعية وبسيرة الرسول صلى الله عليه وسلم المروية بأسانيد صحيحة، لا يفعلون ذلك، بل إنما يأتون إلى هذا الجانب وإلى هذا الجانب وإلى هذا الطريق، ثم يأخذون من الأحاديث ما هي ضعيفة متروكة فاهية موضوعة حكم عليها العلماء المحدثون بأنها باطلة أو بأنها متروكة، يتمسكون بها لإثبات دعواهم وهي دعوة مرفوضة. حديث أبي هريرة يشتمل على بعض نبوءات النبي صلى الله عليه وسلم وإخباره عن مغيبات المستقبل مما فتح الله تعالى عليه وأطلعه من الغيوب، وهو من أحاديث الفتن، ويتعلق بما سيجد في المستقبل من محاولات التحريف والتشويه لهذا الدين والتزيد والدس والوضع في أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو ما بدأ يظهر من حين الفتن المسارة من قبل المجوس الذين تآمروا على هذا الدين وتشيعوا لأهل البيت وكانوا يخالفون الأحاديث الصحيحة والثابتة، ومن النواصب الذين بغوا ضد الخليفة الراشد سيدنا علي واتهموه ولعنوه على المنابر. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم تنبأ بظهور هؤلاء وهؤلاء وأنهم سيهلكون. كان النبي عليه الصلاة والسلام خاطب عليا رضي الله عنه وقال له: يهلك فيك اثنان، رجل يحب حبا مفرطا ويغلو، ورجل يبغضك، فالذي يبغضك هو هالك، والذي يحبك ويغالي فيك هو هالك، أما المقتصد الذي هو صاحب السنة فهو يعرف مكانك، فهو يعرف مكانك ولا يخالفك ويطيعك لأنك الإمام الراشد. وقد كان المجوس الذين تقمصوا الدين استعملوا كل حيل الدجل والتمويه والدهاء، وأقاموا لهم مراكز في السرية والخفاء، ووضعوا آلافا من الأحاديث يفسدون بها العقائد والأخلاق، ويحرفون العبادات، ويلعبون بالحضارة الإسلامية. وسار على دربهم الدجاجلة الوضاعون من الباطنية والملاحدة والزنادقة، وكذلك ممن اندسوا في الإسلام ليضيعوا تراثه، والنواصب المبغضون لأهل البيت، الملوك الظالمين وأتباعهم، هؤلاء الذين
كذلك ساروا على هذا الطريق فانتحلوا الأباطيل وتلاعبوا بالنصوص وكفروا بالقطعيات وأشاعوا الموضوعات والمحرفات. ينبغي أن يرجع لمعرفة تاريخهم والتعرف على شخصياتهم إلى كتب الملل والنحل، ولمعرفة موضوعاتهم وتحريفاتهم إلى كتب الموضوعات، حتى تنكشف دسائسهم ومؤامراتهم، ولمعرفة مؤامراتهم إلى كتب التاريخ المعتبرة وكتاب الاستيعاب في معرفة الأصحاب بصورة خاصة. ينبغي إذا أراد الإنسان أن يحقق في هذا الموضوع أن يرجع إلى المصادر الصحيحة حتى يكون على علم صحيح بما جرى وما يجري وما سوف يجري. هؤلاء هم الذين نبه النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه وأمته إلى خطرهم ودجلهم وكذبهم وتزويرهم، وعلمهم بأنهم سيأتون بأحاديث لم يسمعوها هم ولا آباؤهم، وأنهم لا يفعلون ذلك إلا للتضليل والفتنة والتشويه والتحريف، فلا بد للمسلمين أن يكونوا على حذر منهم وألا يقعوا في فتنتهم. وجزى الله تعالى العلماء المتكلمين الذين فضحوا هؤلاء الدجاجلة المحرفين فكشفوا عن عقائدهم وشنائعهم وشذوذهم المشين، وجزى الله العلماء المحدثين النقاد الذين فضحوهم وكشفوا عن كذبهم ووضعهم ودسهم في الروايات، فميزوا الخبيث من الطيب والكاذب من الصادق، وأقاموا صروحا من الصحاح، وجمعوا أكواما من الموضوعات حتى يتبين الحق لكل ذي عينين. ولا شك أن هؤلاء الدجالين لم يضعوا الأحاديث فحسب، بل اندسوا فيما بين المفسرين يحرفون معاني القرآن الكريم ويفسرون التفسيرات الباطنية المنحرفة، وكثير منهم من الصوفية المنحرفة، ويتلاعبون بالألفاظ والمفردات فيسبغون عليها معاني جديدة لم يعرفها العرب ولم تعرفها القواميس العربية. إنما هو العبث بالدين، تارة باسم التفسير الإشاري أو التفسير الباطني، وتارة لتفسيرات المذاهب الباطلة. وقد استمرت هذه الفتن عبر التاريخ بعناوين مختلفة، وظهرت في العصر الأخير بتأثير المستشرقين الصليبيين والصهيونيين بمغالطات خطيرة في الكتاب والسنة في النصوص والمعاني والتطبيقات، حتى وصلت إلى انتقادات واعتراضات مباشرة على القرآن على السنة وعلى الفقه الإسلامي، ومعارضة صريحة مكشوفة لأحكام الشريعة الإسلامية. وقد تبناها الدجالون من بني جلدتنا، أو عملاء الدجالين وتلامذتهم من علماء السلاطين والإعلاميين الكذب المحترفين والحكام الجائرين الفسق المجرمين. هؤلاء لعبوا بالأمة، تلاعبوا بالقرآن، تلاعبوا بالسنة، تلاعبوا بالحضارة الإسلامية، وسلطوا الصهاينة والصليبيين على أعناق المسلمين سحقا لهؤلاء المجرمين فسحقا. والتعبير النبوي صلى الله عليه وسلم بآخر الزمان لا يراد به قرب القيامة، بل المراد به التأخر النسبي. وقد ورد في كثير من الأحاديث التي وردت في الفتن التي حدثت في عهد الخلفاء الراشدين وما بعدهم في العصر القريب من عهد النبوة هذا التعبير النبوي. وقد قال صلى الله عليه وسلم: بعثت أنا والساعة كهاتين، بعثت أنا والساعة كهاتين، میں اور قیامت اس طرح سے برپا ہوئے ہیں جیسے یہ دو انگلیاں
يعني اس کا مطلب میرا دور اس انگلی تک ہے، اس کے بعد کا اتنا دور قیامت تک باقی رہ گیا ہے، اتنا دور گزر گیا ہے دنیا کا، اب یہ میرا آخری دور ہے، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا اور بس اب قیامت ہی آنے والی ہے. وہ کب تک آئے گی؟ ظاہر ہے کہ 1400 سال گزر چکے ہیں، معلوم نہیں کبھی 1000 سال گزریں گے یا 500 گزریں گے یا کم یا بیش. وأشار إلى السبابة والوسطى كما قال صلى الله عليه وسلم بعثت في نفس الساعة، بعثت في نفس الساعة، فكل ما وقع وما سيقع بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم فهو من وقائع آخر الزمان نسبيا، ومن الظاهر الصريح أن الدس في الأحاديث والوضع بدأ في القرن الأول، بدأ في عهد الصحابة رضي الله عنهم من قبل المندسين المغرضين المنحرفين الذين أرادوا هدم الإسلام وأرادوا هدم الحضارة الإسلامية. وعلى كل حال صدر مني الشرح هذه اللفظة بالأردية، لأنني عندما أتكلم في هذا الموضوع أخاطب كذلك الذين يعرفون اللغة الأردية، حتى يعرفوا أن هذا الفرق الذي بقي بعد هذا الأصبع في نهاية هذا الأصبع، هذا هو الفرق الذي بقي من زمن الرسول صلى الله عليه وسلم إلى زمن القيامة، وما قبله مضى هذا الزمن الطويل الطويل جدا، فالذي بقي هو القصير القليل، يعني هذه النسبة. إذا استطعت أن تعرف أن هذه النسبة هي النسبة الخمسية بالسدسية بالسبع، فيمكن للإنسان أن يعرف ذلك بدقة. وأكتفي بهذا، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.